السلام عليكم يا شباب. في ناس كتير سألتني على الاكسبنسز المطلوبة لليو اس باثواي من اول الامتحانات للالكتف للماتش نفسه. في الفيديو ده هحاول ان انا اجيب الافريج في كل حاجة من الاكسبيرينس بتاعتي ومن الاكسبيرينس ناس تانية سألتها، ونحاول ان الموضوع يبقى بسيط وواضح يعني. والنقطة التانية اللي حابب أأكد عليها في بداية الفيديو إن الفيديو ده سبونسرد باي بوست أكاديمي. بوست أكاديمي بتوفر سبورتس إلكتيف وريسيرش للناس المهتمة، وبتخلط لهم الورق من أول التقديم لغاية عملية الانترفيو بتاع السفارة، وبيجرانتي يعني الأكسبتنس في السبورتس، وبيساعدوك بدرجة كبيرة إن أنت تاخد الأكسبتنس في انترفيو السفارة. وهتلاقوا اللينك بتاع الإعلانات بتاعتهم في الديسكربشن تحت. فبسم الله نبدأ الكلام على الاكسبنسز الخاصة باليو اس باثواي. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهاردة هنتكلم، عشان كان في كذا حد طلب مني ان انا اتكلم عن الموضوع ده، فانا حبيت اعمله فيديو والناس كلها تشوفه مرة واحدة. الاكسبنسز الخاصة بالالكتف والخاصة باليو اس باثواي عموما هجمعها. طبعا الموضوع فيه فرايتي كتيرة، ومن اكسبيرينس ناس كتيرة حواليا في ممكن حد يصرف مبلغ وحد يصرف ضعف المبلغ ده، بس انا هتكلم على الافريج في الموضوع ومن الاكسبيرينس بتاعتي والحاجات اللي انا لسه ما عملتهاش. يعني حاولت ان اجمع داتا من الناس اللي عملتها واحط المبلغ افريج. بس النقطة اللي انا حابب اتاكد عليها قبل اي حاجة ان الموضوع اصلا بتاع اليو اس باثواي، ايوه مصاريفه كتير، بس انت هتاخد الفلوس دي، ممكن تلم الفلوس انت صرفتها كلها في الباثواي في اول سنه، وده هنوضحه في اخر الفيديو. فانت في النهايه اعتبره ان هو زي مشروع او استثمار في نفسك، والناس كلها اللي في البيزنس عارفه ان مفيش مشروع بيلم فلوسه في اول سنه. لا، في اليو اس باثواي انت ممكن تلم الفلوس في اول 6 شهور او 7 شهور انت صرفتها، وممكن اقل لو انت صرفتها يعني. فالموضوع هو استثمار، واهم استثمار طبعا هو استثمارك في نفسك، عشان السكيلز اللي انت بتاخدها دي هتخليك بعد كده تبيد مبالغ تقدر بعد كده تعيش بها عيشة كويسة. ده ممكن لما نتكلم عليه بعد كده في الفيديوهات بتاعت الريزيدنسي او ما بعد الريزيدنسي فترة لما تبقى التندينج. فبسم الله نبدأ بالمصاريف اللي انت بتحتاجها. بتتقسم جزئين، بتتقسم جزء للامتحانات او الاكزامز اللي انت محتاجها عشان تيجي هنا تقدر تبراكتس الطب، وجزء تاني لفترة التدريب وفترة الانترفيوهات بتاعت الماتش. طبعا يعني ستيب 1 بتبقى حوالي 1050 او 1100 دولار، وبتحتاج انت بنوك اسئله معاك وامتحانات تجريبيه او 400 دولار، فستيب 1 بتبقى حوالي 1500 دولار. ستيب 2 سي كي نفس الحوار 1500 دولار. ستيب 2 سي اس هي الاكسبنسز بتاعتها نفسها 1500 دولار، وبتحتاج تبقى قاعد مثلا فتره سواء في هيوستن او شيكاغو او اي مكان من الخمس فلات بتوع الامتحان. دي ممكن تكلفك مصاريف شهريه حوالي من 1000 ل 1200، ده هنتكلم فيه بعد كده. مصاريفك الشهريه في امريكا بتبقى حوالي قد ايه من الاكسبيرينس بتاعتي يعني. بعد كده الالكتف بقى نفسها السبوتات بتختلف، يعني في سبوت ممكن تبقى فري، في سبوت بتبقى عاليه جدا وفلوس قليله زي كليفلاند ب 400 دولار، بس دي بتبقى مطالبه منك ستيب 1 وتوفل. في حاجات تانيه ما بتبقاش طالبه حاجه زي هارفارد، ممكن تكون ب 5000 دولار، او اماكن تانيه تبقى طالبه فلوس في الرينج المتوسط اللي هو ممكن يكون ما بين 1500 ل 3000، او مثلا لو اتكلمنا عن المبلغ اللي هو 500 دولار بتاع كليفلاند والرينج التاني 5000، فاحنا بنتكلم في الافريج ممكن من 1500 ل 2000، ممكن يزيد او يقل على حسب انت التريننج بتاعك يعني حابب تعمل فيه. في ناس بتيجي 3 4 شهور، وفي ناس بتيجي 6 شهور، وفي ناس بتيجي سنه، في ناس بتيجي شهر. فالموضوع فيه فرايتي كبيره، بس احنا هنتكلم على المطلوب. المطلوب ان انت يبقى معاك 4 لتر اوف ريكومنديشن عشان تقدر تقدم على الماتش. ومعظم الاماكن في امريكا بتطلب اليو اس كلينيكال اكسبيرينس تبقى اتليست 3 شهور، اللي هي 3 شهور هاند اون. واليو اس كلينيكال اكسبيرينس سواء شادوينج او اوبزرفر شيب ما بتحسبش في معظم البروجرامز، ما بتحسبش كاليو اس كلينيكال اكسبيرينس الشادوينج والاوبزرفر شيب. طب ايه الحل؟ الحل ان انا اروح اماكن بعمل فيها هاند اون، ده اللي بيحصل. او لو انت رحت مكان شادوينج تطلب ان الدكتور لما يكتب لك الليتر، لو انت عملت وبالذات في البطن اللي شغلك بايدك او الهاند اون، هي ان انت تعمل فيزيكال اكزام. فلو هو سمح او اداك بيرميشن انت تعمل فيزيكال اكزام وتاخد الهيستوري واشتغلتها هاند اون وطلبتها منه ان هو يكتب لك في الليتر بتاعك الليتر اوف ريكومنديشن من الهاند اون، فهي تحسب هاند اون، ممكن تكون فري. وده حصل معايا فعلا في مكانين، في ان دبليو اتش ده مكان هارفارد افليتد، وفي مع دكتوره بسمه. الاثنين سبوت دول انا جايبهم فري عن طريق كونكشن او عن طريق ايميلات، والاثنين اتكتبوا هاند اون.
طبعا السبوت اللي كانت في بي ام سي كانت ب 3000 دولار وكانت هاند اون وطلعت فيها ب 2 لتر في ريكومنديشن عشان هو كان معايا اثنين اتندنج دكتور عمر في الاسبوعين الاولانيين ودكتور هانز ماير في الاسبوعين التانيين فانا في 3 شهور عملت ال 4 لتر في ريكومنديشن طب انت ليه مكمل بعد كده عشان في اماكن ثانيه بتطلب ان انت يبقى معاك 6 شهور يو اس كلينيكال اكسبيرينس هو فلتر في الماتش معظم الاماكن او معظم الاماكن لما تيجي تقدم عليها في الماتش بحط 3 شهور فاحنا بنتكلم ات ليست يبقى معاك 3 شهور لو عملت اكتر من كده انت بتقوي السي في بتاعك بس الموضوع كوست بينفيت تبقى للفلوس اللي معاك وتبقى للافورت اللي انت هتعملها تبقى للوقت طبعا طيب الالكتيف هتكلف كام؟ سين الرينج ما بين الاثنين دول هيبقى 1500 في 3 شهور مثلا يبقى انت معاك 4500 دولار اكسبنسز للالكتيف الاكوموديشن بيختلف من ولايه للثانيه يعني في ناس اللي بتروح لوس انجلوس ناس اللي بتروح نيويورك حتى هنا بوسطن معروف انها غاليه شويه في الاكوموديشن انا كنت محظوظ ان انا يعني كنت عارف حد هو عملنا يعني زي شيرز للشقه فكانت كنت واخد روم كانت ب 600 دولار في الشهر وده حاجه كويسه في بوسطن يعني عموما النقطه الثانيه غير مصاريفك فهي مصاريف الاماكن اللي انا في هيوستن رخيصه اللي انا رايح المره الجايه او الشهر الجاي هتبقى بحوالي 800 دولار في الشهر ده مكان ما بينه وبين الميديكال سنتر 5 دقايق عشان برضو دي نقطة تانية ان انت لما بتاخد مكان بعيد ورخيص بتحتاج انت تدفع فلوس في الترانسبورتيشن وبتضيع ساعة رايح وبتضيع ساعة جاي ده كان فرق نفس في بوسطن عشان انت مش هتقدر تاخد في جوه المدينة بأقل من 2000 او 2000 وشوية لو انت حتى تاخد روم صغيرة لكن في مكان زي هيوستن انت ممكن تاخد يعني بالظبط 5 دقايق ماشي على جوجل ماب ده لسه مروحتش وبحوالي 800 دولار يعني فده كويس جدا يعني يو ان سي مثلا في نورث كارولاينا السبوت اللي بعدها كانت ب 600 دولار عن طريق اير بي ام بي في ناس بتستخدم روتيتنج روم هو مش جارانتيد قوي زي اير بي ام بي بس في ناس كتير بتستخدمه ومضمون يعني مش الناس اللي استخدمته الفيدباك بتاعتها ما كانتش وحشه قوي يعني وبيبقى اسعاره معظمها ارخص يعني طيب ده بالنسبه لاول حاجه السكن تاني حاجه الاكسبنسز بتختلف عموما الاكل في امريكا واللبس رخيص في ناس زمايلي ممكن ب 200 دولار في الشهر يكفي انا مثلا ممكن اصرف 300-350 عشان انا اصلا انا الدايت بتاعي فيه اكل كتير يعني باكل كتير بروتين والحاجات دي وبالذات لما بتطلب الحاجات دي حلال بتبقى اغلى يعني لو الكيلو مثلا او الباوند ب 2 دولار في البيف او التشيكن او اي حاجه لما انت بتشتري الاوبشن الحلال ده بيبقى ب 5 دولار بيبقى ضعف التمن بس ايا كان هو متوسط الاسعار ممكن من 200-400 فانت قول الرينج حوالي 300 او الافريج بالنسبه للترانسبورتيشن هنا مثلا في بوسطن كنت بتشتري زي باص كده في الاسبوع الباص ده بيكفيك او بيخليك تركب كل المواصلات عموما سواء اتوبيس او مترو او ايا كان اي لاين بلو لاين جرين لاين اورنج لاين وكل الحاجات دي ب 22 دولار في او 25 دولار في الاسبوع هنا حوالي 100 دولار في الشهر بالنسبه لاوبر بتبقى مكلفه اكثر طبعا بس لو هي في اماكن انت رايحها ما فيهاش مواصلات عامه فانت هتضطر تركب اوبر طبعا الاتليست يعني في اوبر بيبقى اقل مسافه حتى لو نص ميل مثلا 5 دولار كل ما المسافه بتزيد طبعا وكل ما عدد الدقايق بيزيد كل ما بيبقى سعر اكتر ممكن يوصل 20 ممكن يوصل 25 دولار في المره الواحده فاحنا لو كنا لو بتستخدم البابليك ترانسبورتيشن فهو رينجها حوالي 100 دولار في الشهر الموبايل عموما انا اشتركت هنا لما جيت على تي موبل حوالي ب 50 دولار في الشهر unlimited كل حاجة unlimited data unlimited مكالمات طبعا و unlimited message يعني تكلم براحتك استخدم انت براحتك اتفرج فيديوهات براحتك كل الحكاية دي ب 50 دولار في الشهر كله وقول مثلا مصاريف تانية عموما نثريات الحاجات زي دي لبس وبتاع ب 100 دولار كل شهر مثلا هتجيب حاجات جديدة او كده فالتوتال هيبقى في الاكوموديشن حوالي من 1000 ل 1200 دولار 600-800 سكن 200-400 مصاريف و 100 ترانسبورتيشن و 100 كلوز و اذر زي الجيم والحاجات دي و 50 دولار للنت التليفون الترانسبورتيشن بتاعتك ما بين هنا او ما بين امريكا ومصر حوالي 500 دولار رايح جاي تذكرة الطيران رايح جاي 500 دولار وما بين الولايات لو انت هتروح مثلا 3 اماكن او 4 اماكن قول انت هتتنقل 3 مرات بتبقى التذكره بحوالي 60 دولار في معظم ما بين معظم الولايات ولو انت معاك الشنطه اللي هي التشيك ان انا فيش هنا في امريكا بيسافروا ما بين الولايات بشنطه صغيره اللي هي كاري اون فلو انت هتحجز بالشنطه الصغيره بتبقى التذكره ب 60 و 30 دولار للشنطه اللي هي التشيك ان تضاف على التذكره فقول التوتال 100 دولار في 3 سفريات مثلا جوه امريكا
حوالي 300 كمان. فترة الماتش أنا ما عنديش experience فيها, بس من معظم الناس اللي سمعتها على حسب عدد البروجرامز اللي انت هتقدمها, على حسب عدد الانترفيوهات اللي هتجيلك. في ناس بتجمع الانترفيوهات في الولايات القريبة من بعضها بتروحها كلها مرة واحدة, في رينج ناس قالت لي 5, ناس قالت لي 8, ناس قالت لي 10. فخلينا نتكلم من 8 ل 10, ده يعني الافرج بتاعها. فاحنا لو اتكلمنا ستيب 1 1500, ستيب 2 1500, ستيب 2 سي اس حوالي 2500, والالكتف بكل مصاريفه عموما, والطيران بتاعك حوالي $1,000, والماتش $10,000. فاهم نتكلم توتال حوالي رينج من 18 22 او $25,000 راح تبقى الممكن انت تروحها, او افريج حوالي $20,000. وده اللي بتقوله راف يعني حوالي $20,000 كتوتال. طيب انا دلوقتي $20,000 في سعر الدولار الحالي, الناس بتقول لي ده حوالي, انت بتتكلم ممكن يخش المبلغ في نص مليون جنيه او حاجه بالمصري يعني, بعد الدولار الجنيه تعوم يعني. طبعا الموضوع مش سهل, والفلوس دي مش قليله على حد في اول حياته يعني. بس تعالى نحسبها من ناحيه تانية. تعالى نحسبها ان انت اول ما تستلم النيابه بتاعتك بتاخد مرتبك حوالي $3,500, او من 3 ل 4 اللي هو حوالي 3500 كافريج. هتعيش في شقه كويسه, انت عايش طبعا هنا اكوموديشن في روم او في نفس الفلاير, خصوصا ممكن تعيش في شقه ب 1200. فانت دلوقتي بتاخد 3500 فاهمني. فانت لما تاخد ال 3500 دول انت صرفت 20, فانت 3500 دول في 6 شهور او 7 شهور هيجيبوا لك ال 20 اللي انت صرفتهم. دي اول حاجه. فانت كاستثمار الليميت اللي انت صرفته كله في اقل من 6 شهور او 7 شهور, عموما اقل من سنه. الامريكان بياخدوا نصف المرتب بتاعك, وهم بيبقى عليهم لون ممكن بيدفع كل شهر من $500 ل $1,000 كارد, وعلى الرغم من كده بيبقى عايش كويس. ايوه بيسموا فتره النيابه اللي هي اندر بيت, بس في النهايه هو بيبقى عايش مستريح مع عربيه كويسه ب $300-$400 في الشهر, مع سكن كويس ب $1,000 في الشهر, بيصرف 400-500 ويوتيليتيز وحاجات ب $200-$300, لان التوتال بتاعه كله ممكن يبقى 2000-2500, عايش عيشه مستريحه جدا, وبيقدر يوفر 500 او 1000 عشان هم حاطين ده في الكونفدريشن بتاعتهم. من الناس دي واخده لون اثناء الميديكال سكول, فده اللي انا كنت بقوله للناس يعني. الناس هنا بتاخد لون عشان يخش الميديكال سكول. انت لو في مصر, ما هو انا يعني اهلي مش مع يعني مش مساعدني, ده انا كنت اخد كارد واعمل الموضوع ده كنت هعمله, عشان انت في النهايه هتلم كل فلوس انت صرفتها دي. والنقله ما بعد النيابه بقى ده محتاج فيديوهات لوحدها, اللي هو انت بتنقل من 3500 لاتليست 10,000, او من 10,000 ل 20,000 على حسب الولايه وعلى حسب ال يعني السبيشاليتي بتاعتك. فانت 3500 كنت عايش ملك, فما بالك ب 10. انا كان يعني اتندنج دي اللي هو بيخلص الثلاث سنين نيابه وبيبقى هوسبيتالست, ما بيتخصصش في اي حاجه. كنت بنزل معاهم كان اللي هو ممكن الليله الواحده لو نزل نايت شيفت واحد. اولا الجدول بتاعهم عموما بيبقى اسبوع اون واسبوع اوف, يعني هو بيشتغل اسبوع ويريح اسبوع وبياخد $10,000 في الشهر. لو نزل في الايام الثانيه اللي هو الاسبوع الاوف بيبقى الليله الواحده 12 ساعه, مش عارف الساعه ب $80 او حاجه, يعني ممكن يعمل في اليوم الواحد ده الليله الواحده $1,000. فاللي هو ممكن لو اشتغل 8 ايام تانيين اللي هو ممكن يعمل $20,000 في الشهر او حاجه يعني. بالنسبه لحته الفلوس ايا كان, انا في ناس كتيره زمايلي اللي هو دفعت مبالغ كبيره فعلا وراحت اماكن غاليه زي ستانفورد, والناس اللي بتروح هارفارد ب 5,000, الناس دي مش عبيطه يعني. ايا كان المبلغ اللي هتدفعه في الباسوي ده انت هتلمه بعد كده. والحياه هنا بسيطه يعني, الحياه هنا انت زي ما انا قلت يعني, انت فكره الليف هنا, فكره الليف دي ان انت تقدر حاجه مش زي مصر. انت مقدر حاجه يعني. مش في فيديو انا ممكن اعمل له اتاتشمنت للفيديو ده بيتكلم عن فكره الليف, ان انت غلط ان تحط مبلغ كبير في حاجه ثابته والمبلغ ده واقف وما بيجيبلكش اي انكم, على قد ان انت لو استثمرت المبلغ ده في مستقبلك او في نفسك او في مشروع هيبقى افضل بكتير, وادفع الليف مش مشكله يعني. انا في النهايه انا عايش اصلا 3 سنين نيابه في مكان معين وهتنقل بعده مكان تاني. فانت الانكم بتاعك في الفتره دي كويس ان انت تأجر حاجات زي شقه وتأجر عربيه. انا مش مهم انا مأجرها ولا بتاعتي, مش هتفرق كتير, انا كده كده راكب بي ام دبليو سواء هي بتاعتي او مأجرها مش فارقه. المهم انا باخد الكواليتي اللي انا عايزها في العربيه معايا. ودي ميزه ان انت لما بتقعد 3 سنين في المكان, كل ما فتره الاقامه زادت كل ما الايجار بيقل, عشان انا ضامن ان العربيه دي متأجره فتره كبيره. فالناس كانت طالبه الاكسبنسز دي, الاكسبنسز بتاعت الموضوع كله, بس انا ما حبيتش اقول بس الاكسبنسز عشان اعرف الناس هتقول لي ده كتير, $20,000 او $25,000 وانا لسه في اول حياتي. اي نو, بس الفكره ان انت بتدفع حاجه شوف انت هتجمعها بعد قد ايه. اي مشروع بيتعمل دراسه جدول بيتحسب كده, انا هدفع ايه وهلم اللي انا دفعته في قد ايه. ف
فما اعتقدش ان في مشروع انت تدفع فيه مبلغ وبتلمه في 6 شهور او 7 شهور غير بقى الاستثمار بعد كده في مستقبلك المبالغ هتتضاعف. فده كان جزء مهم وشكر للناس اللي بعتت لي كتير تسال عليه واتمنى ان انا اكون وضحت. طبعا في فرايتي كبيره في الموضوع بس انا اتكلمت في الموضوع رفلي وفي الافريج يعني. فالموضوع يعني ديزيرف الفلوس ديزيرف الايفورت ديزيرف الموني كل حاجه هنا بجد لو اشتغلت صح هتاخد اكتر من حقك. بس المهم تعمل اللي عليك وتجتهد وتكون المايند سيت بتاعتك فاهم المجتمع اللي انت داخل عليه. بس واي اسئله تانية حاول تبعتها لي وانا كده كده يعني ده اخر يومين ليا هنا في بوسطن. هروح هيوستن يوم الاربعاء باذن الله عشان ابدا سبوت هناك وباذن الله احاول ان انا الاسئله الجديده انزلها في الفيديو الجديد ان شاء الله. والنقطه الثانيه ان الناس تحاول على يوتيوب تعمل سبسكرايب وعلى الفيسبوك تعمل فولو عشان الفيديوهات اللي جايه ما حدش يمس اي حاجه. وباذن الله نشوفكم على خير ان شاء الله في هيوستن باذن الله. السلام عليكم.